إلى موضوع آخر، حيث ينتقل العالم بسرعة من أرض الواقع إلى العالم الافتراضي في شتى مراحل الحياة، ومنها التجارة والتسوق. تشارك الشركة القطرية للخدمات البريدية بريد قطر بذلك بفتح أوسع الأبواب للتسوق من المتاجر عبر الإنترنت بكل سهولة. وحول هذا الموضوع معنا في الاستديو نعمة عبد المحسن. يا هلا ومرحبا فيك، نائب مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات في الشركة القطرية للخدمات البريدية. يا هلا ومرحبا فيك. أهلا فيك. لو تكلمينا في البداية عن التجارة الإلكترونية، يعني لو بشكل عام المقصود فيها. ببساطة التجارة الإلكترونية هي عبارة عن عملية التبادل التجاري من بيع وشراء التي تتم عن طريق الإنترنت باستخدام الأجهزة الحديثة، ممكن أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة السمارت فونز، الهواتف الذكية. جميل. يعني نشوف الآونة الأخيرة فعلا صار الواحد ممكن يفتح له بزنس وهو قاعد في البيت. هذه صراحة من إحدى مميزات التجارة الإلكترونية، وهي actually يعني my favorite، أنها ساعدت صراحة كثير في انتشار التجارة الإلكترونية أو الأعمال، المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل ما نسميها SMEs. صار الترويج لهذه المشاريع عن طريق منصات أو برامج التواصل الاجتماعي جدا سهل، تحقق هامش ربح جدا مرتفع، تحقق أو حاجات للتوظيف جدا أقل من التجارة التقليدية. بعد ميزة أن الحاجة إلى تكاليف البيع تكاد تكون يعني معدومة. طيب كمؤسسة أو الشركة القطرية للخدمات البريدية، شنو دوركم في تسهيل هذه الخدمات أكثر؟ ويعني أتوقع أن في إقبال أكثر من بالذات يعني للتجار القطريين. صحيح، لا شك أن البريد القطري من يعني أعرق المؤسسات في قطر، فكان لازم يكون لها دور أنها يعني تحط قطر على خارطة التجارة الإلكترونية. فعندنا ثلاث خدمات. الخدمة الأولى خدمة كونكتد. هذه الخدمة صراحة أنا يعني أكثر الخدمات اللي أفخر فيها من الخدمات الحديثة. خدمة كونكتد هي خدمة تقوم بتزويد العميل بعناوين افتراضية. إلى الآن عندنا في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، في المستقبل إن شاء الله قاعدين ندرس حالياً اللي هو زيادة فرصة اللي هي العناوين الأخرى. ميزة هذه الخدمة إنها خدمة تقدم مجانية، العضوية فيها مجانية، ما راح تلاقين هاي موجود في أي مكان ثاني. أكيد راح تدفع مبالغ طائلة. بعد من مميزات هذه الخدمة إن عندنا ثلاث طرق توصيل للبضائع، ممكن اللي هو عن طريق 21 فرع للبريد الموزع في مناطق مختلفة أو مناطق جغرافية في الدولة، ممكن يكون عن طريق البارسل لوكرز، عندنا حالياً 10 موزعين بعد في المولات، ممكن تجينها في شمال أطلنطي، ممكن في كذا مكان، يعني أكيد الكل لاحظ كأساس استلم لي شغلة إذا وصلت. ميزتها إنه ممكن خلال 24 ساعة تستلمينها، إنه بس توصل رسالة نصية وتروحين المكان اللي أنت اخترتي اللي أقرب لي وتطلعين البارسة تستلمينها بكل بساطة يعني. جميل. أو إنه يكون عن طريق الهوم ديليفري، خدمة الهوم ديليفري، ونفس الشيء بدون أي يعني ما عليها رسوم؟ لا عليها رسوم، بس العضوية مجانية. الرسوم لأسعار تنافسية. بعد الحصار زاد الطلب على خدمة كونكتد بنسبة 125%. الريفينيو عائد الربح للبريد القطري في السنة الأولى في الكوارتر الأول من السنة وصل إلى 1.4 مليون ريال قطري. يعني ف عندنا العضويات صار وصل إلى الرقم إلى 29 ألف عضوية، 150 ألف زائر لموقع كونكتد العام الماضي، فيعني نحن بألف خير من دونها. ولو نفكر في الموضوع شوي، يعني أتوقع واجب عليك أنت كمواطن أن بدل لا تروح حق شركات منافسة. صحيح. عندك خدمة يعني بهالطريقة ما له داعي تربح أحد ثاني برا. صحيح، أكيد أنا أعتبره صراحة واجب وطني. إن الواحد لازم يشجع الشركات الوطنية. البريد القطري حالياً يمر في مرحلة تحول جداً كبيرة، يعني تؤخذ كمثال يحتذى به.
كثير من الدول الأخرى ومؤسسات البريدية الأخرى ومنها أوروبية تتفاجأ من عملية التحول الرقمي اللي عندنا في البريد. عندنا استراتيجية جديدة، الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية قطر 2030 أيضا وحكومة قطر الرقمية 2020. يعني الأرقام والتقارير في الاتحاد البريد العالمي وغيرها تدل على أن البريد القطري ماشي في الطريق الصحيح. شركة ذات مسؤولية، ذات كفاءة، ذات ثقة، تستاهل صراحة أن الواحد يعني. والقادم أفضل إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. فتكلمنا عن خدمة كونكت. خدمة كونكت. في عندنا خدمة، هذه أحدث خدمة خاصة بالتجارة الإلكترونية، هي خدمة السوق التركي بالتعاون مع البريد التركي. توفر منصة تجارة إلكترونية، منصة للتجارة الإلكترونية فيها تقريبا ما يقارب 300 ألف مادة أو 300 ألف سلعة بضاعة من تركيا. ميزة هذه الخدمة أن التوصيل فيها مهما كان تكلفة أو الوزن، يعني تقريبا ب 50 ريال. في بعد عندنا خدمة ثالثة. هل الدوحة حب البضاعة التركية؟ صراحة يعني لو تلاحظين أنه يعني أراء الناس مهمة. إن إحنا تميزنا فالكل شريك في التميز، وإن كان في مثلاً حاجة، تعرفين حاجة الزباين كل مرة تزيد والتطور الرقمي في ازدياد يعني يمكن بالأيام. فالحاجة يعني طلبت منا إن إحنا نغير، ندور على فرص جديدة. دورنا في التنويع الاقتصادي المستدام كان يحتم علينا إن إحنا نحاول ندور على أسواق جديدة. في بعض... هاي خليني أسأل، شو بيكون الجاي أو بيكون التعاون الجاي مع من؟ والله الكل صراحة لما كنا في انطلاق الخدمة في 2018 الكل كان يسأل شو الجاي، ويعني الحين يتم دراسة الموضوع وإن شاء الله بتسمعون أخبار زين بإذن الله. فهذه ثاني خدمة. الثالثة صحيح. الخدمة الثالثة اللي هي الإي ديليفري. هذه الخدمة تفيد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو حتى الكبيرة، إن إذا افتحتي مشروع مثلاً وتبين تسوين توصيل مثلاً أو محتاجة إن ثيرد بارتي إنه يكون للتوصيل، البريد القطري مستعد يقوم بهذه الخدمة بكفاءة وممكن خلال 24 ساعة. بغض النظر عن نوع السلعة هو شنو؟ هي شنو؟ يعني هاي الموضوع ممكن يدخلنا شيء كبير يعني. إيش بالضبط؟ لا مثلاً شيء بارد. عرفتي إن مثلا هذا هو مش أغراض حاليا قاعدين احنا ندرس هاي الموضوع ونشتغل عليه ان يكون عندنا الأجهزة والسيارات المعدة لذلك وحتى مع مؤسسات من الحكومة يعني. بس الآخر مشروع يعني على سبيل المثال احنا كنا وقعنا اتفاقية مع بيربل بوكس، بعد هي يعني منصة للتجارة الإلكترونية مشروع قطري. ممكن ان المشاهدين ينزلونه عن طريق اللي هو اللي عندهم اي او اس موجود في الابل ستور او الاندرويد. اسم المشروع بيربل بوكس. يقدم بضائع موجوده في الدوحه ويتم التوصيل خلال 24 ساعه. جميل. فهو مش للتوصيل فقط، هم عندهم الاشياء فهم يوصلونها. احنا اللي نوصل، احنا البريد القطري جزء ثالث اللي هو البارتي اللي مثل ما تقولين الشريك الثالث اللي هو مختص في عمليه التوصيل. أما البيربل بوكس هو تقدم لكم منصة للإي شوبينج، الإي كوميرس، بضائع موجودة هنا في الدوحة بس إن في محلات مثلاً بعيدة أو ممكن مثلاً تبين تقدمينها كهدية فيتم التوصيل عن طريق البريد القطري. وايد روعة. أتوقع ما في يعني مو بوايد عالم عارف الموضوع. أنتم يمكن نوعاً ما مقصرين في السوشيال ميديا. والله يعني ما أعرف، بس إن المفروض إن الناس يعني إحنا الشركة الوحيدة القطرية المحتكرة اللي هي التوصيل المحلي، وإحنا الشركة الوحيدة اللي متخصصة في الشحن، فالمفروض إن لأن يمكن عليها يعني. خاص صار يمكن يعني دائما يتبادر لذهن الشخص إن في شركات منافسة فهالي نلجأ لها. فيعني الواحد مفروض يفكر فعلا شنو عنده، يمكن هو موجود بس هو مش شايفه. صحيح. بالذات حق يعني التاجرات لانه بدلا تتعامل مع مندوب. صحيح. هي مش عارفه هو تبع من، صار شيء ولا شيء. صحيح. ما راح تعرف تتكلم معه، فهذا المكان واسعارنا تنافسيه. جميل. والبريد القطري يعني كافي ان احنا مثلا وزاره الداخليه تتعامل معنا في مشروع مطراش. يعني ما في، انا متاكده انه ما في بيت في قطر ما توصل سيارة البريد توصيل على الأقل خدمات وزارة الداخلية. جميل. طيب كفتح مثلا صندوق بريد أو
هل المفروض ان الشخص يجيكم نفسه؟ هل في لكم مكاتب ممكن يروح يزورها؟ مكاتبنا موجوده مثل ما ذكرت 21 فرع في موزع في مناطق مختلفه، مناطق حيويه، وفي عندنا 14 كشك موجود بعد في المولات، ممكن تلاقينا في الميرة، منتشرين في محطات وقود، يعني سهل الوصول للبريد القطري في أي مكان. جاري التطوير على إنه بس عيننا إذا تعودت يمكن على الشيء، تدرين هل قاعد أفكر فيه، يمكن عيننا أخذت عليه صحيح، يعني مرات إذا الشيء دائما قدامك ما تشوفينه. والله تقدرين تدخلين على الموقع البريد القطري بتشوفين الخدمات، يعني ممكن إن في ناس تتفاجأ من الخدمات الجديدة اللي صارت في البريد القطري فعلا. وعلى فكرة حتى خدماتنا التقليدية احنا نحقق فيها نسب جدا عاليه بالنسبه لتقارير، في تقارير اليو بي يو اللي هو اتحاد البريد العالمي. يعني على سبيل المثال خدمه اي ام اس البريد الممتاز اللي هي الشحن، اللي هو مثلا للدول اتحاد البريد العالمي اللي يضم تقريبا اكثر من 129 دوله، البريد حقق فيه نسبه 98% اون تايم ديليفري. يعني هذه المره الاولى منذ انشاء البريد يحقق البريد هذه النسبة. يعني إحنا تقريباً يمكن من 67 سنة تقريباً. والبريد الفرنسي آخر اتفاقية كانت مع البريد الفرنسي يطلب تفعيل خدمة اللي هو بيننا وبينهم الإي إم إس البريد الممتاز. طيب في شغلة بستفسر عنها، ما أدري إذا أنا يعني الفكرة في راسي صح ولا لا. الحين إذا تعامل مع الشركة الفلانية وأطلب أونلاين، في بعض المرات يكون عندك أوبشن الدفع عند الاستلام، فهل هذا ممكن يكون متاح أيضاً عندكم؟ إحنا جداً فليكسبل، نساند جداً المشاريع القطرية، اللي هو خدمة الإي ديليفري اللي قلت لك عنها، إن هذه الخدمة إحنا ممكن بالاتفاق مع المشروع. طيب إذا خارج الدولة، هل أنتم مفروض كبريد أنتم اللي مثلاً بعض المواقع المعروفة تلجؤون لهم، أو يعني تنطرون لين هم يجونكم؟ إذا خارج الدولة دشيت في تفاصيل غريبة. لا أدري. بس إذا خارج الدولة على حسب الاتفاقية، إذا تابع إذا شحن ضمن اتحاد البريد العالمي في فيز معينة من البريد العالمي، هاي الكل يتبعها، يعني عندنا ريت كارد نمشي عليه. أما إذا كانت خدمة كونكتد أو على حسب إحنا الاتفاقية مع من الدول فيكون. وعلى فكرة إحنا أسعارنا تنافسية، يعني في أبروتش يتبع البريد القطري إنه يجعل إنه فعلا إن إحنا أسعارنا تنافسية. مثلا على سبيل المثال في الولايات المتحدة الهب أو الهب مال البريد القطري موجود في ولاية ما فيها ضرائب، ففعليا الناس قاعدة تدفع فيز تكلفة فقط السلعة. الشحن من الهب في الولايات المتحدة للدوحة فقط، التوصيل داخل الدوحة مجاني. جميل. أتوقع يعني كان في تغيير في الخدمة نفسها، يمكن ننطر تغيير في الشعار شوي أساس نصير نميزة أكثر إن شاء الله بإذن الله. كل التوفيق لكم أستاذة نعمة عبد المحسن، شكرا على هذه المعلومات. تسلمين، حياك.